وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. مرحبا بك دكتور أيمن. كريم ولكل السادة والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام. دكتور أيمن، يعني بالرغم من نفي مكتب نتنياهو الأنباء حول إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت واستبداله بجدعون ساعر، إلى أي مدى تمثل هذه الأخبار أو هذه الأنباء ثقل على الداخل الإسرائيلي، وعلى ماذا تدل برأيك دكتور أيمن؟ في موضوع تطبيق صفقة الهدنة وموضوع محور فيلادلفيا ومحور الإسرائيلي، وقال بشكل واضح أن نأخذ أسرانا ونستطيع أن نعود إلى غزة كما نشاء. هو لا يختلف منهجيا في مع نتنياهو في موضوع القتل، ولكن هو يتحدث عن الأسلوب ويرى أن نتنياهو إصراره على عدم الوصول إلى الاتفاق يعني على المنطقة الذي جلت هذه الظروف المعقدة. لكن أنا أعتقد أن هناك كانت تجربة لنتنياهو في قبل أحداث 10 من أكتوبر في موضوع ما أطلق عليه الانقلاب القضائي وما أطلق عليه الآخرين الإصلاح القضائي، وبالتالي وتم إعادة مرة أخرى. هل جاهز أن يتحمل خروج أعداد كثيرة؟ قالت بالأكيد هذا الأمر صعب على نتنياهو، لذلك أنا أعتقد أن نتنياهو كان يدفع، لكن جالانت كان طبعا يرفض ذلك كما حدث مع جيمس، كان يطرح نتنياهو للاستقاله لكنه اصر على ان يستمر في حتى يقيل، ولكن نتنياهو لم يكن فقرر الاستقاله. الان جالانت يعني في حديثه مع وزير الدفاع الامريكي اوستن تحدث انه يستعدون الى الحرب على لبنان، وكان لا يحدث شيء في موضوع ما يصار في إقالة وتعيين جدعون ساعر. يمكن أنا أعتقد أن صعوبة القتل أن جدعون ساعر ليس الأفضل لنتنياهو، جدعون ساعر يعتبر بالنسبة لنتنياهو من الخصوم الذين تركوه وخرجوا من حزب الليكود وكانوا من ألد الخصوم له ويحرضون عليه، وبالتالي عودة ساعر ليصبح هو العنوان أعتقد الأمر صعب. ثم هناك طبعا بغض النظر عن الوضع السياسي هناك أيضا مشكلة اجتماعية بين ساعر وأسرة نتنياهو بشكل كامل نتيجة أنه هاجم أسرة نتنياهو من قبل، وبالتالي أنا أعتقد حتى طرح اسم جدعون ساعر وإثارته بشكل كبير جدا هو نتيجة الاتصال الذي تم بين جدعون ساعر ونتنياهو. نتنياهو تحدث في هذا الأمر أنه يرى أن توسيع الائتلاف مهم جدا بإضافة ساعر إلى الحكومة، وجدعون ساعر الذي خرج من ائتلافه مع جينيس أو معسكر الوطني قبل عدة شهور حاول أن يدخل الحكومة، ولكن بشرط أن يكون عضو في المجلس الأمن المصغر. نتنياهو طبعا رفض ذلك وحل طبعا كما نعلم كابينت الحرب، وبالتالي الآن يصار معه بأن يضاف إلى الحكومة ولكن أن يكون وزيرا للحرب حتى ذي اللحظة لم يتم الاتفاق عليه. نتنياهو إذا أراد أن يقيل جلن والذي اليوم أصبح يحظى بشعبية فهذا يعني أنه جاهز للدخول في أزمة مع الشارع الإسرائيلي أكبر مما هي عليه الآن. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس.